هي بدعة إماتة الولاء والبراء، وهذه يا إخواني خطوة من خطوات الشيطان. اليوم يجعلك الشيطان تقر بعقيدة السلف لكنك لا توالي وتعادي عليها. اخترق الشيطان الآن السياج وقرب منك. اليوم تعتقد عقيدة السلف لكن لا تعادي من لا يعتقدها. مع الأيام أنت أو الجيل الذي بعدك سيعتقد هذه، سيعتقد العقائد البدعية، عافاني الله وإياكم. فإذا هذه إخواني من خطوات الشيطان، فينبغي أن نكون حذرين من خطوات الشيطان. والإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر في المسائل الثلاثة ماذا قال؟ قال يجب على كل مسلم مسلم تعلم ثلاث مسائل. ثم ماذا قال أولى؟ قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ثم قال في الثاني أن الله لا يرضى يشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأول يتعلق بتوحيد الربوبية، والثاني يتعلق بتوحيد الإلهية. ماذا قال بعد ذلك؟ قال أن من أطاع الرسول ووحد الله أتى بالأمر الثالث وهو المهم، وهو الولاء والبراء على التوحيد. قال أن من أطاع الرسول ووحد الله لا تجوز له موالاة من حاد الله ورسوله إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكر الإيمان بتوحيد الربوبية، ثم الإيمان بتوحيد الإلهية، ثم الولاء والبراء على ذلك. وهذا إخوان ينبغي أن يفهم. وخرج الآجري وغيره عن أبي بكر بن عياش أنه قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إليها. اختبر الناس في عصرنا هذا بمثل هذا الكلام. اذكر عندهم سيد قطب ان تعصبوا إليه فليسوا من أهل السنة. اذكر عندهم جماعة الإخوان المسلمين ان تعصبوا إليهم فليسوا من أهل السنة. وهكذا السني إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب إليها. هذا ضابط مهم، ولعله يأتي كلام وبيان أكثر بهذا إن شاء الله تعالى، مع التنبه إلى أن المراد أن يعلموا أن سيد قطب ضال وذو عقائد باطلة، ثم بعد ذلك يتعصبون له. من تعصب له فليس سنيا. وهكذا قل في الإخوان المسلمين وفي جماعة التبليغ وفي غير ذلك من الدعوات الباطلة.